تفضل سي بوجمع. ذو اللي كنت تسمع في البيان اللي قراته سي خميس قصيلة، تساؤلات حتى هوني في البلاتو على قانونية طلب توسيع الهيئة ورد الوزارة الأولى، يقول حسب قانون منظم للأحزاب يعني التوسيع هذا غير قانوني، علاش تم تأجيل الاجتماع هذا؟ يعني احنا نطرح الأسئلة، شنو نجم جاوبنا سي بوجمع؟ جزء مواضيع على الأقل. موضوع تأجيل وموضوع الهيئة التأسيسية منفصلين. أولا الهيئة التأسيسية لم تجتمع من هالربع اللي فاتت، ما قررت حتى شيء، وما جاء حتى نص من الوزارة الأولى فيه موضوع هذا شرعية توسيع الهيئة التأسيسية أم لا. ولكن هذا عكس، كان تسمح سي بوجمع، هذا عكس ما قاله سي لازار العكرمي، وكان بارح يعني تعدى حتى في أخبار الوطنية. أنا من وقعت طلب الاستشارة القانونية باسم ميدان تونس كمدير تنفيذي، ولم أتلقى ردا من الوزارة الأولى في هذا الشأن، وما ثم حتى شيء في هالباب هذا والإتقال كله ماهوش موجود جملة. إذا لماذا علاش سي لازار العكرمي أعطى يعني المعلومة هذه وأعطى الخبر هذه سي بوجمعة؟ علاش ما تسألش سي لازار العكرمي؟ وهو الناطق الرسمي باسم الحزب. أنا أتكلم فيك باسم الهيئة التأسيسية، الهيئة التأسيسية لم تجتمع ولم تتخذ أي قرار، من فضلك تبعني. لا نتبع فيك سي بوجمعة، من فضلك يعني نتكلموا بهدوء ونطرح الأسئلة وتجاوبنا من غير تشنج. أنا نسمع الناطق الرسمي قال حاجة وأنت مدير تنفيذي، أنا أطرح الأسئلة وأنت من فضلك تجاوبني، ما فما حاجة تشنج. تفضل سي بوجمعة. أنا قلت الهيئة التأسيسية لم تجتمع منذ الأربعاء الماضية ولم تتخذ أي قرار، ولا في التوسيع ولا في محمد الناصر رئيس حزب، وقع اختياره من طرف رئيس الحزب اللي هو رئيس بنياد، وقع اختياره برئيس من طرف رئيس الحزب سي باجي قايد سبسي، وله الحق في ذلك، ويمكن ان يكون من خارج الهيئه التاسيسيه، وافق عليه مجلس وطني بالاجماع وبالتصفيق وبحماه الحماة، وقد شارك في محمد الناصر في كل القرارات بمثيل القرارات اللي جابت النواب من بحذاك لعامة القوائم. وإذا كان احنا باش نطعنوا في شرعية القرارات اللي شارك فيها سي محمد الناصر، فسنطعنوا حتى في شرعية وجود النواب اللي حولك. وبالتالي هذه لخبطة صنعها لازار العكرمي بتمشي غير مسؤول، لأنه تكلم باسم الهيئة التأسيسية ولم تجتمع ولم تقرر ولن تقرر اي شيء، ولن تقرر اي شيء من هذا القبيل. يعني هذه كله يعني افتراءات وادعاءات غير موجوده. ولجنه الهيئه التاسيسيه تجتمع يوم الثلاثاء على الساعه 5:30 مساء، وما ثم حتى شيء، هذه كله ذوبها في فنجان. هذه يعني عمليه خطيره، يعني لاثاره البلبله مش في تونس، في البلاد ككل. هذا حزب حاكم، وبالتالي ردوا بالنا ما نلعبوش بمصير البلاد. الهيئه التاسيسيه هي العنف الوحيد اللي وقف عليه الحزب الكل، لو كان يتقص يطيحوا يطيح الحزب الكل. ما ثم حتى هيكل عنده توا شرعيه وقانونيه الا الهيئه التاسيسيه، والهيئه التاسيسيه عازمه على تكوين مكتب سياسي، وكنا نسعى ان نجد توافقات حتى لا نصل الى ما وصلنا اليه اليوم في التلفزه، ولم ننجح، وبالتالي قررنا التاجيل لانه كنا واثقين ان ما سيحصل يوم الاحد سيكون سلبي، ولكن التاجيل لا يعني العدول عن العمليه، بل العمليه متواصله، وسنعود ونلتقي ونتحاور ونتشاور مع كل الاخوه اللي بحذاك في التلفزه، ومع كل الاخوه الحزبيين الخارجين، يعني الجو اللي صاير، والحزبين خايفين لينا من هالشيء اللي صاير توا، لانه غير شرعي وغير قانوني وفي جانب انقلابي واعي معقول.